استاذ اسامه، مساء الخير مساء ازيك؟ الفل يا غالي، اخبارك ايه؟ بخير يا استاذ اسامه، الحمد لله. تحياتي لحضرتك وجميع المتابعين. اخبارك انت؟ اهم حاجه كده طمنا، والمتابعين مستنيين يعرفوا منك كده ايه الخبر اللي انت حاطه على صفحتك ده، وفي خبر قبله بتاع المحاكمه، فكنا عاوزين ناخد كده يعني لمحه سريعه اللي بيحصل ايه. طب تمام، هو خلينا الاول في المحاكمه. طبعا احنا بصفتنا محامين عن إحدى قضيات وزارة التربية والتعليم، تمام. كنا حركنا الدعوة الجنائية المباشرة ضد الدكتور طارق شوقي بشخصه وبصفته تمام. بتهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف، على خلاف قيام الدكتور طارق شوقي بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه إحدى قيادات وزارة التربية والتعليم بجرائم واتهامات ثبت عدم صحتها وكذبها. وطبعا كانت إحدى هذه القيادات قد تم إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، واستطعنا بفضل الله أولا ثم بفضل قضاء مصر العادل والنزيه إن إحنا نتحصل على حكم براءتها. تمام. فكان إجراء طبيعي إن إحنا نحرك الدعوة الجنائية المباشرة ضد الدكتور طارق شوقي، والنيابة العامة بالفعل حددت كان 6/2/2022 لنظر أولى جلسات محاكمة الدكتور طارق شوقي. ألو، ايوه معاك يا استاذ عمرو، سامعك. معايا أستاذ أسامة؟ معاك يا فندم، معاك، سامعك. ده فيما يتعلق بخبر ده فيما يتعلق بخبر المحاكمة. طيب أما بالنسبة المحاكمة عن الخبر اللي احنا نزلناه النهاردة، لا، قبل ما نخش على الخبر التاني، المحاكمة هتبقى 2/2، سيادة الوزير هيحضر بشخصه. هو طبعا يا إما إن هو هيحضر بشخصه أو هينيب عنه أحد السادة المحامين للحضور عنه أمام المحكمة. تمام، يعني دي قضية يوم كنا اتنين يعني اتنين. عارفين ان هو سيحضر بشخصه، ولكن سيكون هناك مدافع او محامي سيحضر بالنيابه عنه تمام. طبقا لقانون المرفوعات المدنيه والتجاريه وطبقا لقانون الاجراءات الجنائيه. طيب دي أول موضوعنا. طب الموضوع بقى التاني اللي أثار جدل كبير جدا من ساعة ما نشرته حضرتك. تمام، هو طبعا النهارده كانت محكمة القضاء الجانبي في الفيوم بتنظر العشرات من الدعاوى القضائية الجديدة الخاصة بإعادة تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة، وفي تطور أنا شايفه إن هو إن شاء الله سيكون في صالح أبنائنا الطلاب، وسيحاصر وزارة التربية والتعليم وسيمنع العبث أو الخوف من العبث بأوراق الإجابات. النهاردة المحكمة تفهمت ما يتم التخوف منه، فقررت المحكمة إن هي تلزم الوزارة بتقديم كراسات الأسئلة والإجابة ونموذج أو نماذج الإجابة الأربعة علشان تضمهم لملف الدعوة تمهيدا للطلاع الطلبة مقيمي الدعاوى على أوراق إجابتهم قبل أن تحيل أوراق الإجابة والأسئلة إلى اللجنة الفنية المنتدبة لإعادة التصحيح. تمام، يعني دلوقتي هنسمع وهنشوف نموذج الإجابة الحقيقي. طبعا يا أستاذ أسامة، لأن أنت شفت إحنا التظلمات يا أستاذ عمرو، شفت مستنيين. التظلمات واللي حصل فيها. أنا شفنا التظلمات والصورة بيتم نقلها ليا يوميا من أولياء الأمور اللي بيروحوا علشان خاطر يطلعوا على أوراق الإجابة بتاعتهم، وحصل كلام كتير جدا 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 مفيش داعي إن إحنا نكرره لأن الكل عارفه، ولكن الوضع في المحكمة أنا بقول من الجميع، الوضع في المحكمة مختلف تماما عما يحدث داخل وزارة التربية والتعليم. سيكون هناك شفافية، سيكون هناك نزاهة حقيقية، سيكون هناك رقابة قضائية على أعمال اللجنة المنتدبة، سيكون لنا دور
في التأكد من أن الأوراق التي ستقدمها الوزارة هي الأوراق الخاصة بالطالب، سنتأكد من أن نماذج الإجابة هي النماذج الرسمية التي تم إدخالها على المسح الضوئي والتي تم التصريح عليها من عدمه، سنتأكد من أن كراسات الأسئلة هي الكراسات الخاصة بالطالب، سنتأكد من أن اللجنة الفنية مارست عملها بحيادية من عدمه، وفي حالة مخالفة ذلك سيكون هناك إجراءات قانونية رادعة ضد أعضاء هذه اللجنة. ايوه يعني ده المفروض، وده اللي هيتم فعلا. المفروض يا استاذ سلمى طبعا طب طبعا انت طبعا طبعا متفائل خير يا استاذ عمرو على ممكن الطلبه دي تاخد حقها؟ حصل المعطلات اللي احنا سمعنا عنها دي. اه حاجات كتير ده، نعم يا استاذ سلمى. والتظلمات الدور التاني برضو نفس القصه، وفي ناس ما جالهاش يا استاذ عمرو، في ناس قدمت تظلمات وما جالهاش اصلا، ما جالهاش ميعاد. ما هو واضح واضح ان يعني ما بين الفترة ما بين تقديم التظلم وتحديد موعد لنظر التظلم او حضور الطالب للعقد بياخد وقت، ولكن يعني احنا برضو زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا ما فيش 1% يعني من الامال ممكن ان احنا نعلق عليها ان الورق سيتم تصحيحه من خلال وزاره التربيه والتعليم، وان اي طالب يرجع له اي درجه من درجاته. يعني هو بس الموضوع كله علشان خاطر يتم اثبات ان الوزاره قامت بتصحيح الاوراق بطريقه صحيحه، وان الخطا موجود عند الطالب مش عند الوزاره. هو ده الهدف اللي انا شايفه من التظلمات اللي بتتم. تمام. طب بالنسبة بقى كده احنا خلصنا القضية وخلصنا الكلام ده كله، بالنسبة للعام الدراسي الجديد، انت ايه رأيك في الملامح اللي بتحصل دلوقتي؟ لا هو يعني انا اعتقد ان كل ما يثار من تصريحات من قبل الدكتور طارق شوقي لا يعتد بيها، الامر كله موكول الى لجنه اداره الازمات هي اللي هتقرر عما اذا كان العام الدراسي سينتظم بصوره طبيعيه ام سيتم توقف الدراسه بسبب انتشار جائحه فيروس كورونا زي ما كان بيحصل السنين اللي فاتت بالظبط، السنتين اللي فاتوا. يعني برضو كان الدكتور طارق شوقي كل مره يطلع في بدايه العام الدراسي ويقسم باغلظ الايمان حصل ان مفيش تاجيل للدراسه، ان الدراسه منتظمه، ان في حضور وفي انصراف وفي نسبه غياب، وكان بيهدد بالفصل، وكان في الاخر احنا كنا عارفين الكلام ده ان الامر ليس بيده، الامر كله متروك الى القياده السياسيه الحكيمه هي اللي بتحدد أما إذا كان الوضع الراهن سيسمح باستمرار انتظام الدراسة أم توقفه. وأنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية إن الموضوع مش هيستغرق أكتر من أسبوعين ثلاثة وسيتم توقف الدراسة، لأن طبقا لتصريحات وزارة الصحة أعداد المصابين في حالة ازدياد، وبالتالي وجود أي تجمعات طلابية أو أنشطة طلابية سيهدد صحة وحياة وأرواح الطلاب. طيب في برضو كان خبر نزله امبارح، اللي هو كان الاول الولد المخالط هيفضل يجي المدرسة وبعدين يعالجوه، قام نازل تعديل بعد ما تم اصدار القرار، سمعت على الموضوع ده؟ لا ما سمعتش. ايه تاني يا استاذ اسامه كده؟ تاني يا فندم، بص انا حتى نزلتها على صفحتي والاستاذة اماني شريف منزلاها، وزارة التربية والتعليم رسميا تعدل البند من البيان معلش الصادر، مضمون الخبر، مضمون الخبر يا استاذ اسامه معلش. مضمون الخبر يا فندم، وكان على الاهرام وعلى الوطن وعلى كله، بيقولك رسميا العام الدراسي الجديد لا تأجيل ولا تقسيم ولا غياب حتى لمخالط المصاب. قامت الوزاره معدله العباره دي يا استاذ عمرو. ده مين اللي قال؟ الوزير اللي قال كده. هو اكيد اكيد في خطأ. لا ما هو اكيد اكيد الامر التبس على الدكتور طارق شاوي، لان استحاله ان خبر زي ده ينشر على الجرائد الرسميه. ده البوابه والوطن والاهرام. انا لو عندي حاله واحده يا استاذ اسامه، ما هو للاسف يعني واضح ان تصريحات بيتم اطلاقها بدون دراسه. تفكير فيها. يعني انا لو عندي حاله واحده مصابه، لو انا عندي حاله واحده مصابه
داخل المدرسة، الحالة دي ممكن تأذي المدرسة كلها، صح فبالتالي وجودها سيؤثر على حياة وأرواح الطلبة. ما هو فمش عايزين رجعوا في نركز الكلام بس مع امبارح. التصريحات اللي احنا تعودنا عليها، يعني احنا مش عايزين نركز مع التصريحات دي، لأن التصريحات دي ملهاش محل من الإعراب، الأمر كله متروك للقيادة السياسية ولجنة إدارة الأزمات، هي اللي تحدد عن إذا كان العام الدراسي سينتظم أم سيتم توقف الدراسة. اخر خبر بقى معانا، ودي كانت المفاجأة، غلق قناة مصر التعليمية قبل ايام من بدء العام الدراسي الجديد. ده خبر لسه طازة ده ايه السبب؟ يا باشا، الخبر موجود على جريدة الوطن. طب ايه السبب يعني؟ السبب بيقول لك ما ينفعش تنفيذ خطة التعليم عن بعد لامتلاكنا قناة واحدة فقط. اللي قال الكلام ده الاستاذ احمد، اللي هو عبد القادر احمد، رئيس. يعني افهم من كده ان بتقول ايه يا فندم؟ لا ثواني يا استاذ اسامه، يعني مضمون الخبر ان التعليم من بعد مش هينفع علشان احنا ما عندناش الا قناه واحده بس. فهو عاوز يحوله كلها لقناة مدرستنا، الو، عاوز ينفذها كلها لقناة مدرستنا يا استاذ عمرو. طب وهي قناه مصر التعليميه تبع الايه بالظبط؟ انا مش فاهم، مانيش عارف والله، هو ده اللي هل اتقال. هي تبع والطلبة، الوزاره ولا تبع ال الطلبة زعلانة جدا وكلموني وقالوا احنا ما نعرفش نستغنى عنها، فهنسيب ده، هنسيب الموضوع ده لغاية ما نتأكد منه تأكيد رسمي. بس الخبر موجود على صفحة الوطن، غلق قناة مصر التعليمية قبل أيام من بدء العام الدراسي. واللي قال الكلام ده الأستاذ عبد القادر أحمد، رئيس طب ما قنوات احنا مصر نفهم بس، التعليمية. ما احنا نفهم بس، قناة مصر التعليمية دي تبع ايه بالظبط؟ تبع اي جهة؟ ما هي تبع الدولة. تبع الدولة. طب لما هي تبع الدولة ازاي الدكتور طارق شوقي هيقفلها؟ ما اعرفش، هو الكلام ده موجود على وبأي مبرر وبأي سبب؟ بص يا فندم، انا هبعت لك حتى اللينك على الماسنجر اهو، علشان برضو ايه تبقى تتابع معايا وتشوف الدنيا دي فيها ايه. تمام يا استاذ اسامه، شكرا ليك يا استاذ عمرو، وبنشكرك على الاضافه الجميله دي، ويا رب دايما. حبيبي يا استاذ اسامه. هو بس انا كان في نقطه مهمه، بس انا كنت عايز يعني اتفضل. اوضحها من خلال المداخله، لان انا في طلبه كتيره جدا واولياء امور تواصلوا معايا كانوا بيسالوا على موضوع التوزيع الاقليمي، لان انا فوجئت ان في اعداد كبيره من الطلبه مجموعهم كان جايب بعض كليات التمريض او المعهد الفني للتمريض، وتفاجئوا ان ما اتفتح لهمش التنسيق على الكليات دي، واترشحوا لبعض الكليات التي تقل في مجموعها حصل عن حصل ميولهم واللي ما بتتناسبش مع ميولهم. طبعا احنا الحمد لله، يمكن ده خبر حاصل يا استاذ اسامه، احنا تحصلنا على حكم قضائي كان صادر خلال امبارح تقريبا او اول امبارح فيما يتعلق بالتوزيع الاقليمي، واستطعنا من خلال الحكم ان احنا الطالب يحول من احدى الكليات الى كليه التمريض جامعه مرسى مطروح. تمام، يعني دلوقتي فالمهم سهلة جدا اهي. نبشر اولادنا الطلبه. يا فندم الحمد لله تمام. اي طالب في رغبه ان هو يدخل كلية تمريض ما عملش أو قدرات اعتبر القدرات واترشح له كلية تانية هو مش عايزها، من حقه إن هو يرفع دعوة قضائية علشان يحول من الكلية اللي اترشح ليها إلى كلية التمريض أو المعهد الفني للتمريض. فيا ريت والله، ده كتير جدا سألنا على الموضوع ده، وفعلا في ناس حتى المرحلة الثالثة كلها معاهد ظلموا الطلبة بتوع أدبي كلهم. هو للأسف برضه يعني أنا شايف إن في شبه تعمد مكتب التنسيق إن هو قفل على طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني. معظم الكليات حتى لو كانت انتساب طب ليه يا ممكن عمرو؟ يكون ليه؟ ليه؟ متاح ليهم، بس مش عارفين يا أستاذ أسامة
السبب، يعني السبب غير مبرر. يعني اتفاجئوا ان الاماكن متاحه متاحه فقط في المعاهد، وده طبعا هيدفعهم ان هم يلجأوا الى الجامعات الخاصه والاهليه. ما هي دي بقى السبوبة بقى، يعني انا بعتبرها سبوبة. يعني هو ده من وجهة نظري هو ده المبرر، ده المبرر لكن الوحيد المبرر يعني. الثاني وفي الحالة دي برضو أنا بطمن الطلبة، إن كان أي حد فيهم كان مجموعه جايب أي كلية حتى لو اتساب وما جاتلوش وترشح له معهد، من حقه إن هو يرفع قضية علشان خاطر إن هو يترشح لكلية إن بتتناسب مع مجموعه. ما فيش حاجة اسمها الأماكن خلصت. أي ده طالب بلاوي نجح في بلاوي. شهادة الثانوية العامة، أي طالب نجح في شهادة الثانوية العامة وكان المفترض إن مجموعه هيرشحه لكلية معينة، المفترض إن هو يدخلها. ما ينفعش إن هو يدخل معهد أقل من الكلية اللي هو كان المفترض هيترشح لها. والله يا ريت يا عمرو، يا ريت يرحم اولادنا شويه، لان كتير الدفعه دي اتظلمت كتير جدا، واحنا متابعين من اول السنه، وانت كنت معايا اول باول بقالنا كام سنه مع بعض، ما شفناش دفعه اتدبحت طبعا زي اكيد، الدفعه دي طبعا بامان. طبعا طبعا. يعني هو للاسف اتدبحوا في الدرجات وفي النتيجه وبتدخل دلوقتي في وفي التدريب. التعليم والله، وفي التعليم. فانا بصراحه الله يكون في العون بصراحه يعني. بشكرك يا استاذ عمرو، ويا رب دايما كده اخبارك تكون العفو يا استاذ مطمنانا ان شاء سامح، الله. شكرا ليك يا فندم، شكرا ليك، تحياتي يا مع استاذ الف سامح، الف سلامه، تحياتي مع يا استاذ السلامه. سامح. احنا بنشكر استاذ عمرو عبد السلام محامي الطلبه، اللي اكد لنا ان القضيه بتاع الفيوم مستمره، وبيأكد ان الدنيا ماشيه، وان شاء الله في امل وفي خير.